صندوق الاستثمارات استحوذ على شركة EA، وش اللي صار بعدها؟ إيلون ماسك يحاول يدمر نتفليكس، نموذج صورة 2 يطلق مع تطبيق لازم تنتبهوا منه بشكل جدا كبير، مؤسس أمازون يقول إنه ملايين البشر حيعيشوا في الفضاء، وبرضه مراكز بيانات في الفضاء، بس وش حجته؟ خلنا نعرف. OpenAI صاحبة تشات جي بي تي تواجه تحديات في تطوير جهازها الجديد وتأجله شوي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف، حلقة جديدة من أخبار أول بأول، دائما خليكم معنا. كمية كبيرة من الأشياء قاعدة تصير في هذا الوقت من السنة، تابعوا تركوا، وبالتأكيد لكم تابعين لك الجديدة والبول. روح للأخبار. إيلون ماسك بدأ حملته ضد منصة نتفليكس ويطلب الناس أنهم يلغون اشتراكاتهم على المنصة. عن نفسي ما ألومه يعني بصراحة مع المحتوى اللي قاعد يطلع عليها، بل إني سويت تغريدة من التغريدات عدت يمكن 1.5 مليون حاجة زي كذا، وشيء كبير من الانتقاد من المجتمع على المنصة بالمقاطع اللي قاعدوا يشاركوها معاي. وبرضه نتكلم على السبب الرئيسي حق إيلون ماسك الحملة حقته بالنسبة له، هي إن المنصة تحتوي على أجندة لا تناسب الأطفال، والناس تفاعل بشكل كبير معاه، تحس انه كان يحتاجوا بس واحد يلا يبدا السالفه معاهم. الشركه نفسها خسرت حوالي 15 مليار من قيمتها السوقيه، كان دائما في نزول في هذه الفتره من السنه، ولكن تعدى النزول الطبيعي اللي قاعد يصير، وما زالت الحمله مستمره. الحين ان شفنا الوضع اللي قاعد يصير في المحتوى، بل بالفعل محتوى بعضه سيء جدا وتوجهه للاطفال، وهذا الامر اللي يخلينا نكون حريصين مع اي منصه. طيب في حلول؟ نعم في حلول. مثلا هذا مو اعلان، فمنصه اس تي سي تي في، منصه موجوده عندنا هنا في المملكه العربيه السعوديه، الميزه ان المحتوى اللي فيها يمر على الرقابه، فبالتالي تعرف انت عيالك قاعدين يشاهدون او انت معاهم تشاهد محتوى مناسب بالعمر المناسب، تعرف انه ما حيكون في اجنده، ما حيكون في شيء لف ودوران. وهذه احد الاشياء الحميده في وجود المنصات المحليه. شاهد ايضا فيها بعض الاشياء الحسنه وبعض الاشياء اللي بالنسبه لي عليها تحفظات، فدائما خلوا في بالكم انكم تحرصوا وتشوفوا الحلول الصحيحه البديله. عندكم جوال او مودم او حتى طابعه ما استخدمتوها، ما زال يمديكم تصنعوا الفرق باعاده تدوير الاجهزه هذه وغيرها مثل الحواسيب الهواتف التعبانة واللوحيات. كل بساطة دوروا جهازكم. من أهداف المبادرة تقليل الانبعاثات الكربون والنفايات الإلكترونية وتعزيز المسؤولية الاجتماعية، والرابط حطيت لكم إياه في وصف الحلقة. وعلى فكرة ترى إلى الحين جمعوا أكثر من 350 ألف جهاز وأكثر من 840 طن من المعادن اللي بيتم تدويرها بشكل صحيح تبارك الرحمن. بشكل رسمي تم إطلاق سورة 2 الجديد من شركة OpenAI مع قدرات متطورة لإنشاء الفيديوهات بدقة تفاصيل عالية، والعشر ثواني اللي تجيكم فيها إمكانيات إضافية، أصوات أشخاص، تأثيرات صوتية وغيرها من الأمور، وأيضا ممكن دمج الأشخاص داخل الفيديو بدقة عالية وإضافة الصوت أيضا، والطريقة تكون من خلال توفير فيديو حقيقي للشخص اللي تبغوا تضيفه في الفيديو. طيب أعطيكم التفاصيل والخوف اللي موجود من هذا الأمر، ولكن برضو خليني أوضح الخبر أول، إنه الشركة أطلقت تطبيق جديد لهم لإنشاء الفيديوهات اسمه سورا لأجهزة الآيفون. حاليا التطبيق متاح في أمريكا، حملته جربته استخدمته، خليني أوضح لكم شوية أمور عليه بعد شوي. المهم التطبيق هذا يتيح لكم أمور جدا كثيرة في مسألة إنتاج الفيديوهات بالذكاء الاصطناعي بشكل مجاني. نموذج سورتو راح يتاح بشكل تجريبي حاليا من خلال الدعوة، وبعد الحصول على دعوة راح يتاح النموذج سواء على التطبيق أو على الموقع حق sora.com. كبداية راح يكون مجاني مع حدود خفيفة للسماح للمستخدمين من اكتشاف النموذج وقدراته، وبرضه مشتركين تشات جي بي تي برو هيتمكنوا من استخدام نموذج سورا 2 على طول برو التجريبي من خلال نفس الموقع، وهذا الشيء اللي على طول احنا دخلناه مع تجربتنا مع سورا 2 كون انه قاعدين نستخدم هذا النموذج. الحين الشيء اللي تخلوه في بالكم وانتبهوا واحذروا من نفس هذا التطبيق، التطبيق يتيح لكم مجموعه من الاشياء، اولها ترى هو منصه تواصل اجتماعي جديده، نعم، وكل المحتوى اللي موجود فيها من فيديوهات هي فيديوهات من نفس نماذج الذكاء الاصطناعي، فكل شيء حتلاقوه من سورا. خلينا نفتح لكم التطبيق الحين. التطبيق بحد ذاته قاعد يتيح لكم مجموعة كبيرة من الفيديوهات اللي كلها تم إنشاء من الذكاء الاصطناعي، بس خلوا في بالكم الحذر من نقطة أساسية. أول ما تشغلوا التطبيق بكل بساطة حيقول لكم تقدروا تسجلوا فيديو لنفسكم من مختلف الزوايا، تعطوا صوت وتعطوا لقطة وكأنكم تعطوا عينة، مع أيضا الخيارات لمين يقدر يستخدم شخصيتكم اللي موجودة صارت في سورا. هل تقدر تخلوها للأصدقاء اللي ضايفينكم؟ هل تقدر تخلوها محدودة فقط مع ناس محددين؟ أو أنها تتيحوها بحري لكل الناس وتقولوا لا ما أبغى أحد يستخدمها؟ وأيضا فوق هذه الصلاحيات تقدروا تحطوا وش أنواع المحتوى اللي ما ودكم تكونوا جزء منه، فمثلا لا تحطني في اي محتوى ترفيهي، لا تحطني في اي محتوى فيه ضحك او تريقه على احد ولا شيء زي كذا، تقدر تكتبوها باللغه الانجليزيه. وبالتالي اللي يصير اي واحد يستخدم نموذج الذكاء الاصطناعي حق سورا 2 من خلال التطبيق، اذا طلب انشاء فيديو وانت متيح مساله انه تقدر الناس يستخدموك بكل بساطه في فيديوهاتهم، يقدر يضيفك في البرومبت حقه في امر انتاج المحتوى حقه ويكون انت جزء من فيديوه، وبالطريقه هذه كميه الناس اللي موجودين على سورا واللي قاعدين يتيحوا انهم ينتج فيديوهات لبعض
يقدروا بالفعل يطلعوا في محتوى ما لهم دخل فيه او باوامر او في اي شيء ثاني. وصارت في نهاية الاسبوع الماضية انه احد المشاهير في الولايات المتحدة الامريكية دخل في سورة وحط وجهه وكل شيء وسمح في هذه الامور وانتج له فيديو وهو يصرح تصريح، وهذا التصريح اللي طلع فيه كان مو يعني ما علينا. المهم هذا التصريح اللي طلع فيه خلى مجموعة من الناس ما بين مؤيدين ومعارضين للنقلة النوعية اللي هو سواها في حياته على اساس والعياذ بالله في الامر اللي اتخذه. هنا نعرف انه في حدين لهذا الموضوع وانشاء محتوى في نفس المنصة. تونا قبل شوي بنحاول نسجل الشاشة عشان اوريكم بالضبط الاشياء اللي قاعدة تصير هنا في سور 2، ولكن من باب التوضيح يمنع تسجيل الشاشة التطبيق نفسه الرسمي، تقدر تسجلوه من برا وتقدر تحملوا الفيديوهات بالطريقة الصحيحة وتشاركوها بحيث انه يحط عليه نفس الكتابة المائية، ولكن مع اي تطبيق مونتاج فيه ذكاء اصطناعي قول له شيل الكتابة المائية، شيل الواتر مارك، شيلها عادي. والفكرة لابد رقميا يتم اكتشاف انه نعم هذا منتج بالذكاء الاصطناعي. فشايفين الوضع اللي احنا داخلينه، لاول مرة احنا على الكوكب موجودين في وقت الخوف اللي موجود عندنا في زماننا هذا وبمنصات فيها انتاج فيديوهات ذكاء اصطناعي، انه انت ينتج لك فيديوهات ذكاء اصطناعي واذا انت متيح للناس هذا الامر ما عليك خوف، لانهم يتعودوا الناس تتعود انه انت لك فيديوهات ذكاء اصطناعي. ولكن ان لم تتيح لاحد ينتج لك فيديوهات ذكاء اصطناعي قد يكون هناك الخوف انه الناس تنتج عليك فيديو باحد التطبيقات ويوم يشوفوها الناس يقولوا اكيد هذا حقيقي، ما تعودنا من فلان يكون ظاهر بمحتوى ذكاء اصطناعي، فبالتالي دخلنا على حقبة مختلفة من المصداقية اللي موجودة على المنصات. وتخيلوا انه في بعض المشاهير انتج لهم محتوى فيديوهات هم يشاركوا في فعاليات لزماننا هذا وهم ميتين من 20 30 40 سنة، والموضوع يخوف في مسألة انتاج المحتوى. ما علينا الا انه نكون حريصين وبرضه حذرين الى اقصى الحدود مع النوع من التطبيقات. OpenAI ايضا تصل قيمتها الى نصف تريليون دولار. شركة OpenAI المالكة لشات جي بي تي وصلت قيمتها السوقية ل 500 مليار دولار بعد ما كانت 300 مليار فقط. الارتفاع جاء بعد صفقة باع فيها الموظفون الحاليين والسابقين أسهم بقيمة 6.6 مليار دولار تقريبا. هذا الارتفاع أكيد يعتبر ارتفاع سريع لشركة ناشئة زي OpenAI، بس يؤكد النمو السريع من ناحية عدد المستخدمين وأيضا الإيرادات اللي قادة تحصل عليها نفس الشركة. مع القيمة السوقية الحالية ترى صارت الشركة أغلى شركة خاصة وقيمتها تتجاوز شركات عديدة مثل سبيس اكس واكس اي اي التابعة للماسك اللي حق الذكاء الاصطناعي. وهنا نعرف انه تكلموا على شركة عندها اصول عجيبة، قولوا لهم نبغى نشوفها، نبغى نشوف منتجكم، ما في اي منتج، كل شيء سووه اونلاين، وبالتالي تخيل الزمن اللي وصلنا له، ما في منتج حقيقي فعلي ملموس، ولكن في كم كبير من البيانات خلت انه هذه الشركة تصل بقيمة عظيمة في وقتنا وزمننا حاليا. صندوق الاستثمارات العامة يستحوذ على حصة من EA Electronic Arts، EA Sports ذكروها؟ ايوه EA Electronic Arts الاسم الاساسي حقهم. اعلنت الشركة بشكل رسمي في موقعهم دخولها في اتفاقية الاستحواذ، يعني هي الاتفاقية الحين وبداية 26 متوقع تتم الاتفاقية بشكل كامل. حيكون في شراكة ما بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة Silver Lake وAffinity Partners، والثلاثة دول يشتركون في الاستحواذ اللي يقدر بقيمة 55 مليار دولار. التحالف ما بين الصندوق وSilver Lake وبرضه أفينيتي هيكون باستحواذ على 100% من أسهم الشركة المطروحة، مع احتفاظ الصندوق الاستثمارات العامة بحصته الحالية من أسهم الشركة واللي هي 9.9%. قطاع الألعاب حق الفيديو يعتبر من القطاعات الاستراتيجية اللي يركز عليها صندوق الاستثمارات العامة هنا في المملكة، وبالتأكيد انت كلمنا فالإيرادات حق سوق الألعاب الفيديو في المملكة الحالة وصلت ل 1.19 مليار دولار تقريبا، هذا نتكلم عن عام 24، مع توقعات بأنه نفس هذا القطاع يصل إلى 1.64 مليار دولار فقط في المملكة في عام 28 بمعدل نمو طيب يتكلم على 8.2%. الحين عالميا القطاع يصل لمئات المليارات في السنة، والخطوة هذه تعتبر جميلة جدا. المملكة مستمرة في صياغة مستقبل القطاع وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للألعاب والرياضات الإلكترونية ولله الحمد. وأيضا شيء إضافي كان له تبعات من الاستحواذ، إن جينا لإي إي سبورتس فعندهم مجموعة كبيرة من الألعاب مثلا باتلفيلد لعبة الكورة حق الألعاب اللي موجودة عندهم فيها أجندات كثيرة منها أجندات الشذوذ، وبالتالي الشيء اللي صار متاح في مسألة الاستحواذ ما هي موجودة هذه الأمور الحين في الألعاب بشكل كامل، وشركة نوعا ما هتبدأ تشيل هذا المحتوى بشكل كبير، مما سبب كثير من التساؤلات عن ليش قاعد يصير هذا الموضوع من الغرب لا الاتجاه اللي عندنا، رغم انه بالنسبة لي الامر الحميد اللي قاعد يصير انه تنظيف لنفس هذا القطاع وفلترة حسنة لهذا القطاع بشكل جدا كويس، وسبحان رب العالمين ما يحل له الفلوس احيانا، واكيد قدرة رب العالمين فوق كل شيء. وهنا نشوف المستقبل حق الوضع وش بيصير مع نفس الالعاب والعاب EA سبورتس، مع العاب EA تعود على EA سبورتس.
It's in the game. تذكروها؟ ما حد يعرفها؟ أشوا أوكي. تعرفها بعد؟ أوكي. هل ممكن تثق بجهاز يشوف ويسمع كل شيء حولك ومربوط بالذكاء الاصطناعي؟ جهاز أوبن AI القادم قد يكون صعب التطوير حتى مع وجود مصمم أبل السابق جوني آيف بسبب صعوبات في التطوير. في شهر ماي استحوذت OpenAI على شركة اسمها IO، هذه اللي أسسها جوني آيف اللي يوم طلع من أبل وأسس شركته وجال الحرية الخاصة حقته. بعدها كانت فيه وعود عن إطلاق جهاز من جيل جديد مدعوم بالذكاء الاصطناعي، جهاز فريد من نوعه بالمبدأ حقه، وطبعا من شركة OpenAI. فايش تتوقعون؟ الذكاء الاصطناعي هو أساس. حاليا التقارير تظهر أن OpenAI نفسهم تواجه تحديات في تطوير هذا الجهاز اللي بحجم راحة اليد وبدون أيضا شاشة. أحد التحديات اللي واجهوها في تطوير الجهاز هذا هي رغبتهم في جعل الجهاز ما يحتاج كلمة محددة لتفعيله اللي تسمى trigger word، اللي زي ما انتوا تقولوا جوجل او اليكسا او جيميناي او كذا، تنادوا اسم المساند. بل انه المفروض الجهاز هذا يكون على وضع التشغيل الدائم ويستمع لكل شيء حولنا. بالتالي التحدي بتواجد نفس هذا الجهاز في كيفية جعل الجهاز يتحدث فقط في الوقت المناسب ويتوقف في الوقت المناسب بدون ما يخرب عليكم السواليف حقتكم، رغم انه قاعد يسمع طول الوقت. يعني إذا أنت قاعد تسأل اللي قدامك، إيش يعرفه أنك تسأل اللي قدامك ومو تسأله هو؟ وأيضا من التحديات اللي يواجهوها هي مسألة حفظ خصوصية المستخدمين، يعني على أساس أنهم مهتمين بحيث أنه كان الجهاز يشوف ويسمع كل شيء، فهذا يعني في مخاوف كثيرة أمنية من الجهاز. تذكرون زمان في وقت من الأزمان كنا نخاف من وجود الكاميرات حولنا، في واحد بيصور، في واحد بيسجل. بعدين وصلنا لزمان الكاميرات في كل مكان وفي جوالاتنا، وأيضا الأشياء اللي تسمعنا موجودة في كل مكان، فما بالكم بهذا النوع من الأجهزة؟ يا أخي بيجي لقبول ولا ما يجي لقبول؟ ايضا ما زال الوقت مبكر للحكم على فاعليه التقنيه هذه من ناحيه الشركه، وهل بالفعل بيطرحوها ولا لا، بس ننتظر ونشوف وش هالجهاز اللي بيسبب ثوره في مجال الاتصالات بحكم انه موجود معاكم ويسمعكم، يعرف كل شيء تسولفوا معاه وبعضه تاخذوا رايه وتستشيروه كل شيء. رايستر ليه ما الثلاثه هذول يتحدون بعض؟ انحف الاجهزه اللي موجوده الايدج، ايضا نتكلم على الاير، ونتكلم ايضا على تكنو سليم، هنا نتكلم على البوفا سليم. فالثلاثه هذول لو تحدوا بعض، ايهم تتوقعوا الافضل من ناحيه القدره، من ناحيه الصور، من ناحيه الشاشه، وبالتاكيد من ناحيه البطاريه؟ تجارب قادمه باذن واحد هتخليكم متابعين. مؤسس امازون جيف بيزوس يتوقع ان المراكز حقت البيانات حيتم بنائها في الفضاء من 10 ل 20 سنه الجايه باذن واحد، وقدرات هذه المراكز بتصل الى 1 جيجا واط، ومع الطاقه الشمسيه المتوفره بشكل مستمر في الفضاء فتتفوق مراكز البيانات هذه على مراكز البيانات اللي موجوده في الارض. وذكر ايضا انه بالفعل هذا الامر صار مع اقمار الطقس والاتصالات. الخطوه التاليه من وجهه نظره هي مراكز البيانات، وهذا الامر اللي لازم يصير. ومن اهم اسباب ارتفاع الطلب على مراكز البيانات حاليا في العالم هو الطلب العالي على خدمات الذكاء الاصطناعي والحاجه المستمره في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتوفير خدماتها. وايضا رئيس امازون ذكر من خلال كلامه انه ملايين البشر راح يعيشوا في الفضاء خلال العقود القادمه حسب توقعاته. ونفسي أقول ما تضبط لسه، بدري مرة 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 بدري على هذه الأمور، كون أنه الأماكن البعيدة والمعزولة اللي في الكوكب إلى الحين الناس ما هي بقدر تروح وبراحتها تعيش فيها، فما بالكم تطلع الفضاء وتعيش فيها؟ ما أظن أبدا. نعم يقدروا يعيشوا في الفضاء في مراكب فضائية وأشياء زي كذا، عندنا خدمات زي الجي بي إس، خدمات تنقل البيانات في الفضاء والأمور هذه كلها. أي واحد يجي يقول لكم فلطة ما أدري إيش أقول له، بس المهم سبحان رب العالمين. الحين أنت كلمنا على العلم، ما أوتيتم من العلم إلا قليل، بس مسألة نحط مراكز البيانات في الفضاء هذا الأمر أحسه نوعا ما في قابلية. ولكن وجود الشمس بشكل مستمر على كواكب محددة تطلق حرارتها، أيضا ما عندنا الخبرة الكافية في تشغيل الشمس من هذه المراكز. ولكن الأقمار الصناعية والتجارب اللي موجودة عليها والاستخدام الواقعي الحالي اللي موجود عليها يبين لنا أن الأمر جدا ممكن، ولكن فعالية الكفاءة، فعالية نقل البيانات، وجود البيانات وبشكل أقرب للشمس، هذه كلها أشياء على الكوكب يحلها قبل ما نوصل لهذه المرحلة. ولكن أكيد لما نتكلم على ناس قاعدين في هذا المكان زي جيف بيزوس وإيلون ماسك وأيضا مارك زوكربيرج، دائما يكون عندهم تصورات وتخيلات المستقبلية الكبيرة. إيلون ماسك يصير أغنى شخص تصل ثروته حاليا إلى نصف تريليون دولار حسب قائمة فوربس من ناحية أغنياء العالم. أحد أسباب وصوله لهذا الرقم هو ارتفاع أسهم شركة تسلا، وحققت الشركة ارتفاع بنسبة تتجاوز 33% في سبتمبر الماضي فقط. شركة تسلا نفسها بدأت توسع خدماتها بشكل سريع في مجال الروبو تاكسيز، التكاسي اللي تتبع الروبوتات في قيادتها، يعني ذاتية القيادة، وهذه تكون في أمريكا، بالإضافة إلى استعداد الشركة لإطلاق روبوتات أوبتيموس الشبيهة بالبشر قريبا. بل أيضا في فيديو رايق طلعوه لأنه قاعد أوبتيموس يتدرب من أحد الأشخاص كاراتيه،
فيا قاعد يشوف ويتعلم ويطبق كاراتيه الروبوت. هنا نعرف انه العوامل كثيرة في توقعات تشير لارتفاع قيمة الشركة اكثر في الفترة القادمة، واللي حيتبع موضوع انه ايلون ماسك مرة مبسوط وقاعد يعطينا امور جدا كثيرة في العالم ويحس نفسه انه هو اللي قاعد يحل المشاكل الكوكب. وفي الحقيقة كوكب فيه 8 مليار نسمة ما يقدر يحل مشاكلهم شخص واحد، ولكن يقدر يكون في توجهات الحسنة الصحيحة الموزونة الطيبة اللي تخلي كل التأثيرات الإيجابية تيجي من هذه القيادات الطيبة من هذه القرارات الكويسة. أما من إيلون ماسك لا. واتساب تختبر ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بتحديد اسم مستخدم لهم، يعني يكون عندكم يوزر نيم على الواتساب بدل ما يكون الأمر مربوط برقم التواصل حقكم، يعني ممكن التواصل مع أشخاص بدون الحاجة لأرقام الجوال. الموضوع هذا حيكون مريح جدا وحيعطي خصوصية أيضا أكبر للأرقام. شوف أحمد قاعد يقول إيه خصوصية مريحة أكبر للأرقام للمستخدمين، بحيث أن رقمهم يكون خاص ومو أي أحد يقدر يتصل عليهم أو يوصل لهم بكل بساطة. وأيضا واتساب مو دائما كل ما صار تحديثات جابوا الخصائص المجربة، أحيانا في خصائص يتم تجربتها ولا تظهر للواقع بشكل جدا كبير. البيكسل وكونه بدون شريحة هو واحد الجوالات اللي استبقت مسألة عدم وجود شرائح في نفس الأجهزة وغيرها من الشركات اللي أصلا في إصدارات أمريكا عندهم التوجه هذا كله. ولكن هل ترضوا أنه بيكسل في الشرق الأوسط أيضا يكون بدون شريحة؟ المهم مراجعة الجهاز نزلت على القناة. نهاية الفيديو كل فيديو سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. أشوفكم على خير بإذن الله.